سيد راضي، ما الذي تريده إيران بالضبط يعني حينما تقول وحينما تصرح أنها تريد صفحة جديدة؟ صفحة جديدة يعني ربما أن تنجبر بالجلوس على طاولة المفاوضات، وحينما أيضا يصرح وزير خارجيتها أن هنالك مفاوضات نووية ولكن من الممكن أن تكون محدودة. كيف من الممكن أن تكون محدودة وأمريكا تصرح بشكل واضح للعلن أن سياستها تكمن بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي؟ يعني ما هي السيناريوهات المطروحة أمام هذين الخيارين الآن؟ صحيح، طبعا إذا أرادت إيران فتح صفحة جديدة مع العالم وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، عليها أن تفتح صفحة جديدة في داخلها بتغيير سياساتها وبتغيير سلوكها، بل بتغيير قياداتها. والآن في بعض يعني أو هناك سيناريوهان أو سيناريو بالأحرى يحضر له بعض المسؤولين أو القادة في داخل إيران، هو يعني الانتهاء من دورة أو حكم خامنئي والمجيء بقيادة جديدة، قائد جديد، وهو يعني هناك ثلاثة مرشحين وأبرزهم مجتبى خامنئي. عندها هنا أنه إيران تفتح صفحة جديدة من داخلها وتأتي بقيادة جديدة وبسياسات جديدة وبسلوك جديد في الداخل وفي المنطقة، وبالتالي ربما هو العالم يغير سياسة العالم خاصة أمريكا تجاه إيران عندما إيران تغير. لكن إيران إذا لم تريد تغير يعني من سلوكها وقياداتها وأيضا شعاراتها وعقليتها التي الآن صار لها 45 عاما على هذه العقلية، ليس هناك نعتقد أي صفحة جديدة ستستطيع إيران فتحها مع العالم. المفاوضات لن تكون جزئية، المفاوضات كما قلت في ما يخص البرنامج النووي ليس هناك يعني أو لا يحل البرنامج النووي من خلال مفاوضات يعني جزئية، لأنه في بعد أقل من عام ينتهي الاتفاق النووي، وعلى إيران والعالم بالدخول باتفاق طويل الأمد كما طالب به دونالد ترامب عندما انسحب من الاتفاق السابق، اتفاق طويل الأمد، وبالتالي يعطي ضمان يعني للعالم بأنه إيران لن تذهب أبدا إلى صنع القنبلة النووية، ويكون برنامجها تحت الإشراف يعني وتحت قيود مشددة وتحت إشراف الوكالة الدولية وبشفافية كاملة. سيد راضي، اسمح لي يعني حديثك الآن يقودني إلى سؤال الزيارة التي تمت يوم أمس أو خلال اليومين الماضيين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشأتين نوويتين إيرانيتين. يعني هل هذه الزيارة ربما تعني رسالة من إيران أنها منفتحة على التفاوض وأن المشهد السياسي المقبل ليس بهذا التعقيد؟ يعني قبول المفتشين الدوليين من قبل إيران بهذه الزيارة، ما الرسائل التي يبثها لأمريكا؟ طبعا إيران تريد أن تقول أنه نحن مستعدون للتفاوض في برنامجها النووي، لكن يعني إيران صعدت في برنامجها النووي وفي تخصيب اليورانيوم وأيضا قلصت من المفتشين ومن الكاميرات المراقبة وما شابه ذلك، ردا على يعني العقوبات الأمريكية وردا على الاغتيالات التي استهدفت محسن فخري زادة وغيرها. وهذا بمعنى انه ايران يعني صعدت في برنامجها انه كيف تنتظر العالم يعني لا يصعد او ينتظر هذه الرسائل الشفويه. ايران اذا ارادت فعلا تفتح صفحه جديده وتريد التفاوض، عليها العوده الى الاتفاق النووي والعوده الى ما كانت عليه قبل التصعيد في برنامجها النووي. وهذا ما قالته الاداره الامريكيه المنتخبه، انه نريد اقوال وليس عفوا نريد افعال من طهران وليس اقوال، لا يريدون تصريحات وايضا يعني ارسال رسائل، بل يريدون افعال بتغيير سلوكها ان كان في برنامجها النووي او في ملفات اخرى. نعتقد الموضوع يعني معقد جدا، وليس هناك يعني بس يعني هناك ليس هناك فرصه من الوقت يعني للعمل الدبلوماسي والاخذ والعطاء، لانه الاداره الامريكيه الجديده ستحسم الامور بشكل سريع، وايضا البرنامج النووي كما قلت يعني ستنتهي بنوده او الاتفاق النووي ستنتهي بنوده، وعلى العالم ان يصبح على يعني امرين لا ثالث لهما، اما التعامل العسكري مع البرنامج، اما ايران تعلن قنبله نوويه سريعه، وهذا
السيناريو الثاني ضعيف جدا، لانه هو اعتقد الاستخبارات الاسرائيليه والامريكيه تراقب بشده تطورات البرنامج النووي، وصراحه اسرائيل وصراحه ايضا الولايات المتحده الامريكيه تحدثا انه لا يسمحان لايران ان تصبح او تصل الى القنبله النوويه. بالتاكيد انه انا اعتقد الامر سيحسم بشكل سريع وخلال الاشهر القليله المقبله فيما يخص البرنامج النووي الايراني. نعم.